الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اوعى تضيع نفسك. انسى من رقبة الغفلة فالعمر قليل. اطلع سوف وحكتا فهما داء دخيل. بين الجنة والنار قنطرة. اسمها قنطرة المظالم. يقف عليها أصحاب الحقوق. هتلاقي واقف عليها أمك. إذا كنت أنت فضلت زوجتك عليها، عققتها ولم تبرها، واهتمت بولادك وأهملتها، هتقف لك على القنطرة وتقول يا رب دخلوا جهنم، دم يبرني. ممكن تلاقي على القنطرة نفسها وواقف جنب أمك دي تحديدا زوجتك، تقول يا رب إذا كنت هتدخلني النار عشان ما لبستش الحجاب دخلوا النار قبلية لأن هو ما ألزمنيش. وإنت تقول يا رب، قلت لها تقول يا رب لا، كان لما بيحب يغصب عليا في حاجة بيلزمني غصب عني، لكن في ده ما كانش بيلزمني. هتلاقي بنتك واقفة جنبه بتقول يا رب، وابنك ما خلانيش صليت، يا رب ما كانش بيأمرني بالصلاة، دخلوا جهنم. اوعى تدخل جهنم عشان خاطر الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.